السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هيتم شرح تجربة الماجنتيك مومنت. الهدف من التجربة إن أنا أعين الماجنتيك مومنت لمغناطيس خارجي M كابيتال هتساوي 2 M سمول في L، حيث L هي طول القطب المغناطيسي، الطول الكلي للمغناطيس 2 M، وام هي شدة القطب المغناطيسي حاصل ضربهم يديني العزم المغناطيسي ام كابيتال. الجهاز المستخدم هو جهاز الماجنيتوميتر. الجهاز عبارة عن مسطرة مدرجة بوصلة مغناطيسية مدرجة من 0 ل 360، مدرجة كالتالي: من 0 ل 90، ومن 90 ل 0، ومن 0 ل 90، ومن 90 ل 0. الجزء الثاني للبوصلة هو النيدل أو الإبرة المغناطيسية. في بداية التجربة يتم ضبط البوصلة المغناطيسية بحيث التدريج الصفري للبوصلة يقع على نفس المستوى الأفقي للمسطرة، ويتم ضبط الإبرة المغناطيسية بحيث تقع على التدريج الصفري للبوصلة ويقع جميعا على مستوى أفقي واحد. الوضع ده اسمه الفيرست بوزيشن اوف جاوس. في الحالة دي الإبرة المغناطيسية بتقع تحت تأثير المجال المغناطيسي للأرض الاتش، وقيمته 30 × 10^6 أمبير على المتر. لو حطينا مغناطيس خارجي يبعد عن الإبرة المغناطيسية بمسافة R، هيتم التأثير على الإبرة بمجال مغناطيسي يعمل على انحراف مؤشر الإبرة. المجال المغناطيسي الخارجي بيكون عمودي على المجال المغناطيسي للأرض. انحراف الإبرة نتيجة للمحصلة ما بين المجالين، المجال المغناطيسي للأرض والمجال المغناطيسي الخارجي، تنحرف عن وضعها الأول بزاوية سيتا، كانت عند الوضع الصفري ولما حطينا مغناطيس ثاني انحرفت بزاوية سيتا. لو نقلنا بمتجه F في هذا الاتجاه من المثلث القائم تان الزاوية سيتا هتساوي المقابل على المجاور. F شدة المجال المغناطيسي الخارجي هيساوي H شدة المجال المغناطيسي للأرض في تان سيتا. ايه العوامل اللي بيتوقف عليها شدة المجال المغناطيسي؟ لو عندي مغناطيس طول قطبه L، يعني الطول الكلي للمغناطيس 2L، شدة القطب M سمول، المغناطيس ده بيأثر على إبرة مغناطيسية، المسافة ما بين مركز المغناطيس والإبرة المغناطيسية هي R سمول، شدة المجال المغناطيسي هتتناسب طردي مع شدة القطب المغناطيسي M، وهتتناسب عكسي مع مربع المسافة تبعا لقانون التربيع العكسي. كل ما بزود طول المغناطيس كل ما حجمه يزيد، كل ما شدة قطبه تزيد، كل ما المجال المغناطيسي اللي بيأثر بيه على الإبرة هيزيد، فالعلاقة طردية. كل ما ببعد المغناطيس عن الإبرة كل ما شدة المجال اللي بيأثر بيه هيقل، فعلاقة عكسية. وبالتالي F هتساوي ثابت تناسب في M على الـ R سكوير. دلوقتي هدرس تأثير كل قطب
من أقطاب المغناطيس على الإبرة المغناطيسية. المغناطيس ليه قطبين، قطب شمالي وليكن ده، وبيأثر على الإبرة بمجال F موجب، وقطب جنوبي وبيأثر على الإبرة بمجال F سالب. F موجب هتساوي ثابت التناسب في شدة القطب على مربع المسافة. المسافة دي ما بين القطب الشمالي أو القطب الأول للمغناطيس ومحور الإبرة المغناطيسية، المسافة من هنا لهنا R، والمنطقة دي بـL، يبقى المسافة من القطب المغناطيسي لمحور الإبرة المغناطيسية هي R ناقص الـL الكل تربيع. وبالتبعية F للقطب الآخر، شدة المجال المغناطيسي للقطب الآخر للمغناطيس هيساوي ثابت التناسب في الام على مربع المسافة، المسافة من القطب لمحور الإبرة المغناطيسية، المسافة R زائد الام. الاف توتال او الاف المحصلة للمجالين هتساوي الاف بوزيتيف ناقص الاف نيجاتيف. الاف توتال هتساوي السي ان على الار ناقص ال الكل سكوير ناقص السي ان على الار زائد ال الكل سكوير. الاف هتساوي ناخد السي ام كما فاكتور، واحد على ار ناقص ال الكل سكوير ناقص واحد على الار زائد ال الكل سكوير. يتم توحيد المقامات، اف هتساوي السي في الام على المقام R تربيع ناقص ال تربيع الكل تربيع، وفي البسط R زائد ال الكل تربيع ناقص R ناقص ال الكل تربيع. F هتساوي ال C في ال M، هنفك الأقواس، المقام زي ما هو R تربيع ناقص L تربيع الكل تربيع، وفي البسط القوس الأولاني هيديني R تربيع زائد L تربيع زائد 2 RL، والقوس الثاني هيديني سالب R تربيع ناقص ال تربيع زائد 2 ار ال. لو لاحظنا هنلاقي ار تربيع وسالب ار تربيع يروحوا مع بعض، ال تربيع وسالب ال تربيع يروحوا مع بعض، يفضل ان الاف هتساوي السي في الام 4 ار ال على الار تربيع ناقص ال تربيع الكل تربيع. المسافه ال مقارنه بالمسافه ار صغيره فيمكن تجاهلها، فبالتالي المسافه ال تربيع مقارنة بالآر تربيع صغيرة فيمكن تجاهلها. يعني الإف المحصلة هتساوي 4 آر ال سي ان على آر أس 4، آر تروح مع الأربعة ويبقى لي 3، هيساوي 4 ال ام سي على الآر أس 3.
يعني اف هتساوي 4 ال ام سي على الار اس 3. في بداية الكلام استنتجنا معادلة الماجنتيك مومنت، الام كابيتال هتساوي 2 ام سمول في ال. اقدر اعوض المعادلة دي في المعادلة دي، اشيل من هنا 2 ام ال واحط 2 ام كابيتال، فهيديني ان الاف هتساوي 2 في الام كابيتال في السي على الار تكعيب. استنتجنا معادلة تانية اللي ربطنا فيها ما بين المجال المغناطيسي الخارجي ومجال المغناطيسي للارض. قلنا ان اف هتساوي الاتش تان سيتا، هعوض بالاف اتش تان سيتا، يعني اتش تان سيتا هيساوي 2 ام كابيتال في سي على الار اس 3. لو خدنا الار اس 3 في طرف لوحدها هيساوي 2 ام كابيتال سي على الاتش في 1 على تان سيتا اللي هو في تان سيتا. دي المعادلة اللي بستنتج منها الماجنتيك مومنت لمغناطيس خارجي. لو رسمنا علاقة بيانية بين الآر تكعيب بوحدة المتر تكعيب والكوتان سيتا، طلع لي علاقة لينير. السلوب هيساوي الاتش ثابت المغناطيس الارضي على 2 ام سي. الاتش هي المجال المغناطيسي للارض وهو ثابت، يساوي 30 في 10 اس سالب 6 امبير على المتر، والسي ثابت التناسب المغناطيسي بيساوي 10 أس سالب 7 ويب على متر في أمبير. ماجنتيك مومنت للمغناطيس ام كابيتال هتساوي الاتش على الاتنين سي في قيمة السلوب بوحدة الويب في متر. الجزء العملي من تجربة الماجنتيك مومنت. الجهاز عبارة عن مسطرة مدرجة، بوصلة مدرجة من 0 ل 360. التدريج كالتالي: 0 ل 90، من 90 ل 0، من 0 ل 90، من 90 ل 0. الجزء الثاني من البوصلة وهو النيدل أو الإبرة المغناطيسية. أول حاجة بيتم ضبط الجهاز بحيث إن التدريج الصفري للبوصلة يقع على مستوى أفقي واحد مع المسطرة المدرجة، ويتم ضبط الإبرة المغناطيسية بحيث تقع على نفس التدريج الصفري للبوصلة ويقع جميعا في مستوى أفقي واحد. أنا عايزة أعين الماجنتيك مومنت لي. الماجنت عبارة عن 2 بول، نورث بول وساوث بول. هيتم وضع المركز بتاع الماجنت على مسافة 15 سنتي. النورث بول هيعمل انحراف للإبرة المغناطيسية. يبقى أول حاجة علاقة R تكعيب بتساوي 2 M كابيتال في C على ال H في كوتان الزاوية سيتا. R في سنتيمتر وهي 15 سنتي، العلاقة فيها R تكعيب. هضطر أكعب ال R، أبدأ أقيس سيتا 1 زاوية انحراف المؤشر،
وثيتا 2 الزاوية الأخرى بنفس المسافة خمستاشر سنتي للساوس بول. اخد ثيتا 3 وثيتا 4 للجهة الأخرى عند 15 سنتي للساوث بول، اخد ثيتا 5 وثيتا 6 وللنورث بول عند نفس المسافة اخد الثيتا 7 والثيتا 8. بعد كده ازود المسافة ل20 للسنتر بتاع الماجنت واقرا نفس الكلام ثيتا 1 وثيتا 2 من الابره المغناطيسيه، وبالجهه الاخرى او بالقطب الاخر عند نفس المسافه ثيتا 4 وثيتا 5 ومن الجهه الاخرى ثيتا 6 و7 و8. اصوات للار ويتم تكعيب الست قراءات واحسب الثمانية سيتا من خلال انحراف ابرة البوصلة، ويتم حساب السيتا افريج عن طريق جمع القيم للسيتا على العدد، ويتم ايجاد التان سيتا وايجاد الكوتان سيتا اللي هي عبارة عن واحد على تان سيتا. ترسم علاقة بيانية ما بين الار تكعيب وحدتها متر تكعيب على الاكس اكسس والكوتان سيتا على الواي اكسس، تطلع علاقة لينير السلوب هيساوي الاتش وهو المجال المغناطيسي للارض على 2 ام كابيتال الماجنتيك مومنت للمغناطيس اللي انا عايزة اعين العزم بتاعه في ثابت التناسب المغناطيسي سي. يديني ان الماجنتيك مومنت هيساوي الاتش على الاتنين سي في السلوب بوحدة الويبر في متر. الاتش الاتش وهو المجال المغناطيسي للارض هيساوي 30 في 10 اس سالب 6 امبير على المتر، والسي ثابت التناسب المغناطيسي هيساوي 10 اس سالب 7 وبر على المتر في امبير.